السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة هنشرح حاجة اسمها البالمو بلانتر كراتوديرما. البالمو بلانتر كراتوديرما دي جروبس كده من الدزيز. احنا لحاجتين، النون سندروميك بالمو بلانتر كراتوديرما والسندروميك بالمو بلانتر كراتوديرما. النهارده هنحاول ننجز ونتكلم عن النون سندروميك بالمو بلانتر كراتوديرما. طب يعني ايه اصلا بالمو بلانتر كراتوديرما؟ قالك دي عباره عن مجموعه من الديس اوردرز، خلاص، بيبقى فيها ابيديرمال ثيكنينج بس بيبقى بيرزيستنت، بيبقى دايم. احنا عندنا امراض كتيره جدا فيها ابيديرمال ثيكنينج، لكن هنا بنلاقي ان هو بيرزيستنت ابيديرمال ثيكنينج مين اللي فين؟ في البالم والسول، ماشي، مش في اي حته في الجسم، لا هو persistent epidermal thickening of the palm and sole of the skin. تمام. طيب البالمو بلانتر كراتوديرما في كتب بتحطه تحت disorders of keratinization، وده احسن حاجه، وفي ناس بيحطوه مع الجينيتك disorders وهكذا، بس يفضل ان احنا نعتبره من disorders of keratinization. البالمو بلانتر كراتوديرما هنقسمه لحاجتين كبار او two groups كده كبيره، اللي هو الانهيرتد جروب والاكوايرد جروب. تمام. حابه اقول لكم على حاجه وانتوا بتذاكروا، لان لما ندخل في التفاصيل هتحسوا ان انتوا تهتوا، وهتحسوا ان التايبس كتيره جدا، وهتحسوا ان احنا كنا فين وبقينا فين، طب انا رحت فين، طب يمين شمال، هتحسوا بلخبطه كده. خلاص، دايما لما تلاقوا حاجات فيها تايبس كتيره او حتى تايبس قليله، بس عامه الكتيره هي اللي بيبقى فيها لخبطه اكتر، اي وانا بذاكر يا اما معايا ورقه كده بره في بلوك نوتس اللي هي الصغننه دي، وابقى أدب. انا عن نفسي كنت بعمل كده وادبسها في الكتب، او ان انا لو الكتاب فيه مكان فاضي في الجنب ببتدي اعمل بوينتس كده اساسيه جنبه، دي علشان التذكره، عشان ما توهش وانا بذاكر، وعشان ليله المراجعه لما اجي قبل الامتحان اراجع، فانا هبص على البوينتس دي، هي دي اللي هتثبت في دماغي وانا داخله. وبعد كده في حاجة اسمها ريكول ميموري، يعني أنا الحاجات اللي أنا بعد كده لما أدخل امتحان وابتدي لو افتكرت العناوين وكتبتها هبتدي واحدة واحدة أفتكر التفاصيل اللي تحتها، بس لو أنا ناسي أصلا العناوين الأساسية أنا مش هعرف أفتكر اللي تحتي، فاهمين قصدي؟ فهنركز شوية في التقسيمات لأنها كتيرة شوية. قالك طيب إيه الحاجة من لي اللي هتفرق بين الهيرديتري وبين الاكوايرد بالمو بلانتر كراتوديرما؟ اول حاجه هيرديتري، يبقى فيها طبعا هنتكلم ايه الهيرديتري، فيها بوست فاميلي هيستوري، فيها ايرلي اونست اوف ذا ديزيز، دايما بتبتدي، في ناس بتبتدي معاهم اول ما بيتولدوا، في ناس بتبتدي معاهم في الانفانسي. تمام. كتير بيبقى معاهم سيندروميك فيتشرز، وغالبا التريتمنت ما بيبقاش افكتيف جدا. الحاجة التانية بيبقى دايما فيه ميوتيشن، خلاص، وبتبقى دايما معانا طبعا فيه جيناتيك بروبلمز، وهنتكلم عن الموليكيولار بيولوجي بتاع كل طيب. خلاص. طيب هنقسم البالمو بلانتر كراتوديرما تاني لإيه؟ احنا الأول قلنا inherited أو acquired، بعد كده هنقول إن في بالمو بلانتر كراتوديرما بس مفيهاش أي extra cutaneous manifestations، وبعد كده في جروبس تانية هنتكلم عنهم فيها associated features أو associated extra cutaneous manifestation. طيب هنيجي دلوقتي نتكلم عن ال inherited palmoplantar keratoderma. هما تلاتة جروبس كبار، ال diffuse وال focal وال punctate، ماشي. كل واحدة من اسمها هنبقى فاهمين شوية شكل ال clinical picture. واحدة ديفيوز بتاخد الإيدين والبالم كلها والسول كلها، واحدة فوكال بتبقى متركزة في مكان معين أو الستريات اللي هي واخدة لاينز كده، خلاص، واحدة بانكتيت يعني بتبقى سمول ليجنز كده كتير 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 في الرجل، زي الصورة عندكم أهم موضحة. خلاص، خلوا دايما الصورة تبقى لازقة مع الكلام، يعني الديفيوز أهي صورتها شكلها أهي، خلاص، الفوكال اهي صورتها شكلها، البانكتيت اهي. خلاص، ليه؟ عشان ايه يا جماعه؟ عشان احنا مش بنحفظ، احنا بنذاكر علشان خاطر نطبق لما يجي لنا حاله. خلاص، خلي بالكو، عشان في منا كتير للاسف هو بيذاكر وبيحفظ وخلاص، وفي ناس صميمه جدا. طب الابلايد بقى يجي يطبق تجيله الحاله؟ لا، هو ما ربطش اللي هو عارفه باللي هو بيشوفه، عشان كده دايما الجلديه دي صور،
جلدي صور علشان خاطر اللي انا بشوفه مع المذاكره، لما اجي اشوف عيان ابتدي افتكر اللي انا شفته خلاص. لكن احنا يا جماعه مش بنحفظ وخلاص. وخلي بالكم ان الاتيبيكال عندنا في الدرماتولوجي اكتر من التيبيكال، اللي احنا بنشوف الحاجات الغريبه الرير. هي مش معنى انها رير انها مش هتيجي، لا، هي معنى انها رير انها بتيجي قليل، بس مش معنى كده ان انتم مش هتشوفوها. فدايما واحنا بنقرا في حاجه او بنذاكر في حاجه ما نقولش اه دي رير ده مش هتيجي فاحفظها وخلاص عشان الامتحان، لا، انا بذاكر عشان اطبق لما الكيس تجيلي ابتدي افتكر اه ده انا كان شكل الصور كذا ودي شبهها، وابتدي احط الديفرنشال بتاعي. طيب الاكوايرد كيراتوديرما دي هنتكلم عنها بالتفصيل في جزئيه لوحدها، اللي هي بتبقى نتيجه كوزس يا جماعه، نتيجه اذر ديرماتوزيس، نتيجه انفكشن، نتيجه دروج العيان خده، نتيجه سيستميك ديزيز عند العيان فعمل له بالمو بلانتر كيراتوديرما. علشان كده دي التريتمنت بتاعها بيبقى غالبا اسهل، لان لو انفكشن هعالج الانفكشن، لو انذر ديزيز والعيان اتحسن في الديزيز التاني فبالتالي البالم بلانتر كيراتوديرما دايركتلي هتتحسن معاه. لو دراج هو اللي عامل كده، لما اجي اعمل ريموف للدراج العيان هيتحسن. طيب هنبتدي نتكلم على اول طيب بالتفصيل من الهيريديتري البالم بلانتر كيراتوديرما اللي هو الديفيوز. الديفيوز هيريديتري بالم بلانتر كيراتوديرما، هنتكلم اول. احنا اتفقنا ان اي نوع في البالم بلانتر هيبقى فيه منه الاسوشيتد فيتشرز واللي ما فيهوش اسوشيتد فيتشرز. اول حاجه هنتكلم على الديفيوز تايب اللي ما معهوش اسوشيتد فيتشرز. يبقى احنا واحنا بنذاكر احنا مركزين ان الكام تايب اللي هتكلم عنهم دلوقتي دول، انا بس هشرح حاجات في البالم والسول، مفيش حاجه اكسترا كوتينيس، كلها حاجات في السكين بس، انا مش هطلع براهم. هنقسمهم برضو لحاجتين، الابيدرموليتيك بي بي كي والنون ابيدرموليتيك بالمو بلانتر كيراتوديرما. خلي بالكم برضو من الحاجات اللي بتلخبطكم ان احنا دايما عندنا كذا مسمى لحاجه واحده، فبالتالي ممكن في الامتحان اجيب لك بورنر بالمو بلانتر كيراتوديرما از كذا، مثلا ايه اوتوسومال ايه مثلا ريسيسيف ولا دوميننت ولا ايه، ولا بيجي في الفيرست فيو مانثس ولا ما بيجيش، وهكذا. الاسئله اللي احنا بنسالها دي انت اصلا مش عارف ايه البورنر ده، انت مش نسيت ان البورنر ده الابيدرموليتيك بي بي كي. يبقى معنى ان انا كاتبه الحاجه وكاتبه بين قوسين ليها اسم تاني، يبقى الاسم التاني دوت لازم ابقى عارفاه خلاص. لان انا من النوع اللي في المحاضرات ما بحبش يعني احط الحاجات الرير قوي او الحاجات اللي مش هتيجي قوي او الحاجات اللي انا مش هستفيد بيها، ولو حاجه يعني بعيده شويه فانا هقول لكم انها ايه بعيده شويه. تمام. طيب ده الموست كومن تايب فيهم كلهم خلاص، وده اللي هنشوفه اكتر حاجه اللي هو الابيدرموليتيك بي بي كي. خلاص دايما بيحصل في اول كام مانس من البيبي، اول ما بيتولد اول كام شهر بيبتدي يظهر على العيان يعني الديزيز، لكن على 3 4 سنين بيبتدي شكله يكتمل وبيبقى اوضح. تمام. قال لك هو اكتر حاجه بالنسبه للميوتيشن، خلي بالكم هنا احنا قلنا هيريديتري، يبقى في موليكولار بيولوجي، يبقى في جيناتيك فورميشن، في ميوتيشنز، في حاجات اتضربت في الجينز فهنتكلم عنها، ومهمه يا جماعه لازم نبقى عارفينها خلاص. يعني مثلا هنا كيراتين 9 وكيراتين 1 دولت من الحاجات اللي هي بيحصل لهم ميوتيشنز في الابيدرموليتيك بالمو بلانتر كيراتوديرما، مينلي كيراتين 9. الكيراتين 1 في بعض الايه الحالات بس، لو جالي سؤال مثلا لا انا هبقى عارفه انه لو جالي ده مثلا 9 و10 مثلا و13 واي حاجه ثانيه هقول 9، لو جالي 91 يبقوا 91، لو جالي 9 ولا 1 هيبقى 9 يا جماعه، لان ال1 ده سمول نمبر اوف ريبورتد كيسز بس مش في كل الحالات خلاص. لكن لو عندي اوبشن ان انا 9 و1 لا هقول 9 و1. تمام. طيب شكله ايه؟ شكل ده الكلاسيك بالمو بلانتر كيراتوديرما، احنا كلنا اكيد شفناه ومر علينا، بيبقى في البالم كلها وفي السول كلها، لان احنا اتفقنا ان هو ديفيوز خلاص. الجلد بيبقى ثيك وبيبقى لونه مصفر شويه، وطبعا ثيك هايبر كيراتوزيس يعني تخين خلاص. ايه تاني؟ ساعات بيقول لك ان على حروف الجلد النشف ده بنلاقي فيه اريثيمتس بان كده زي خط احمر محوطها كده كانها عامله لاين حواليها. ساعات بيبقى فيه هايبر هيدروزس، ساعات بيبقى فيه فيشرز موجوده، وللاسف خلي بالكم الهايبر كيراتوزس مشكلته بعد كده ان هو بيبقى عامل زي فيشرز كده. الفيشرز كده دي مع الميه مع العرق مع الحر تبتدي تعمل
بين العيان ونلاقي ايديه وجعان. حاجة مهمة جدا خلي بالكم منها، حاجة اسمها نون ترانس جراديانت. خلاص يعني ايه نون ترانس جراديانت؟ هو انا جايبه لكم صوره بعد كده يعني ايه ترانس جراديانت بي بي كي، خلاص لانها موجوده في النون ابيدرموليتيك، ف بيفرق بينهم ان هو ده نون ترانس جراديانت يعني مفيش مش ماشيه جراديوال كده في الايدين، لا ده هي واخداها ديفيوز خالص، وفي شارب ديماركيشن خلاص بين الايد وبين النورمال سكين عند الريست خلاص. فالشارب ديماركيشن ده انتوا فاهمين يعني ايه جراديانت؟ حاجه كده يعني ايه تدريجي، حاجه متدرجه خلاص. دي مش موجوده هنا، خلي بالكو ان تاني الابيدرموليتك بالمو بلانت كراتو ديرما نون ترانس جراديانت خلاص، خلي بالكو منها كويس جدا. وهنا هنلاقي فيه شارب ديماركيشن ليجن ات ذا ريست تمام. وهوريكم دلوقتي الصوره اللي احنا هنشوف هنوضح فيها يعني ايه الترانس جراديانت ليجن خلاص. هنيجي بعد كده ادي صور اهي يا جماعه توضيحيه بتوريكم شكل الديفيوز اهو ليجن، شايفين الفيشورز الموجوده، شايفين المنظر باينه. بعد كده بالنسبه للهيستو باثولوجي احنا طبعا مش هنقعد نضيع فيه شرح كتير، بس لازم تبقوا عارفينه، عارفين الفروقات. هنا هنلاقي مثلا فاكيولايزيشن، هنلاقي فيه الكيراتينوسايتس فيها ابيدرمولايسيس، في طبعا هايبر كيراتوزيس اكيد، في اكانسوزيس، في بيبيلوماتوزيس ماشي، و في بريك داون للسباينس وكرانيولار سيلير. يعني الحاجات دي محتاجه منكم شويه ان انتوا تحفظوها يعني ماشي. طيب التريتمنت بتاع الابيدرموليتك بالمو بلانتر كراتوديرما، هي يا جماعه كلها حاجات بنحط حاجات كراتوليتك ايجنتس زي الساليسليك اسيد، زي اليوريا، زي اللاكتيك اسيد. الحاجات دي كلها في ناس بتعمل تركيبات يعني يوريا بس بيور، في ناس يحطوا اليوريا على الساليسليك اسيد على اللاكتيك اسيد، في ناس بيجيبوا الحاجات دي يعملوها يعني يتفقوا مع صيدلي يحضر لهم التركيبات دي. في منتجات بتبقى جاهزه بيبقى جواها يوريا، بيبقى جواها ساليسليك اسيد ممكن نستخدمها، وحلو قوي لو عملنا اندر اوكلوجن. اندر اوكلوجن دوت يعني حطينا كميه مناسبه من الحاجه، وبعد كده نقول للعيان مثلا البس جلوفز من البلاستيك ده، او غطي ايدك بسوليفان او حاجه خلاص، وتقعد بفتره ساعه او ساعتين بيتشرب احسن، ومع السخونيه وكده بتبقى الريزلتس احسن. في حاجه اسمها البروبيلين جلايكول ماشي، دي برده تركيبه ممكن نعملها 50% في ووتر، وبرده نعملها اندر اوكلوجن خلاص. حاجة تانية، في بعض الترايلز قالوا ان احنا بنحط توبيكال كالسيبو تريول خلاص، في ناس قالت ان احنا ممكن نعمل ميكانيكال ديبرايفمنت يعني الجلد الناشف ده ممكن نبتدي ان احنا نعمل فيه نقشره خفيف بالراحة، بس دي محتاجة حد اكسبرت شوية عشان يعرف يعملها، ما تعورش، ما تجيبش دم من العيان، وده لما يكون الجلد سيك قوي يا جماعه مش اي حاجه. طبعا احنا في الاول وبالذات لو اطفال فاحنا هنبتدي بالحاجات التوبيكال كراتوليتك ايجنت زي ما اتفقنا، حالات الهيريديتك مش من الحاجات اللي بتستجيب بسرعه قوي او بتستجيب بمارفلس ريزلتس يعني. ده بالنسبه للتوبيكال. طبعا بالنسبه للسيستميك ثيرابي بنستخدم الاورال ريتينويد زي الاسيتريتين خلاص، دي من الحاجات طبعا الانتي اللي هي كيراتوليتك برضو، وبتقلل هايبر كيراتوزيس، عشان كده احنا برضو بنستخدمها في السورايز وفي الحاجات التانيه دي خلاص. فحلو قوي ان احنا لو استخدمناها. في حاجات بقى اسمها جين ثيرابي وكلام من ده لسه بيعملوا فيه ترايلز علشان نستخدمه ان شاء الله في الفيوتشر، نبقى عندنا فكره ان احنا بس في ترايلز في حاجه في الجين اديتنج او في الجين ثيرابي للبالمو بلانتر كيراتوديرما. دي بالنسبه للابيدرموليتك فورم، اعتقد ان من الصوره اللي انتوا شفتوها او من الكلام اللي احنا قلناه انتوا بتشوفوها كتير، بيجي لك عيان ايديه ورجليه او البالم والسول ناشفين جدا، وساعات تجي لنا بناتيت وساعات تجي لنا اطفال ويقولوا ان احنا عندنا المشكله دي، وبنحط فازلين وبنحط مش عارف ايه ومش بترتاح، واعتقد انها كومن احنا فعلا بنشوفها كتير. طيب النون ابيدرموليتك بي بي كي اللي هي ليها اسم تاني البالمو بلانتر كيراتوديرما ديفيوزا سيركمسكريبتا خلاص، مهم الاسم التاني زي ما اتفقنا وعامله لكم عليه بولد اهو، ده اوتوسومال دوميننت برضو بيجي في اول
فترة من العمر في أول few months خلاص، وعلى برضو 3 أو 4 سنين بيبتدي إن هو develop شكله أكتر. طيب هل هو كده خلاص؟ لأ، ده النون إبيدرموليتك ده تحتيه 4 أنواع. يبقى من الأول خالص تاني يا جماعة، البالمو بلانتر كراتوديرما inherited و acquired. الانهيرتد تايب حاجتين، الإبيدرموليتك والنون إبيدرموليتك. خلاص؟ لا الاول الانهيرتد، سوري، الانهيرتد هيبقى ديفيوز وفوكال وبانكتد. الديفيوز ابيدرموليتك ونون ابيدرموليتك. الابيدرموليتك احنا ما فيهوش انواع ولا حاجه، هو نوع واحد اللي احنا شرحناه اللي هو الموست كومن تايب في البالمو بلانتر كراتوديرما كلها، واللي احنا معظمنا بنشوفه كتير. النون ابيدرموليتك فيه الاربع انواع المكتوبين قدامكم دول، وهنبتدي نشرح نوع نوع ان شاء الله. خلاص؟ طيب قال لك ان في اوفرلاب بين ده وده، وهنا شويه كلينيكال فيتشرز ازاي نفرق بين الابيدرموليتك والنون ابيدرموليتك. ماشي، واحده منهم ان النون ابيدرموليتك بتبقى المور واكسي ابييرنس. خلاص، الهايبر هيدروسيس والبيتد كيراتوليسيس موجوده اكتر في النون ابيدرموليتك. خلاص، زائد النون ابيدرموليتك بيبقى اكتر عليها سكندري ديرموفايت انفكشنز، عشان كده حتى في التريتمنت بندي اورال انتي فانجل تريتمنت. تمام، دي من الحاجات اللي لما بنلاقيها اكتر بنقول اه دي غالبا نون ابيدرموليتك بالمو بلانتر كراتوديرما، ده باعتبار ان انا مش كل حاله هتجيلي هعمل لها هيستوباثولوجي. دوت الفروقات او دي الحاجات اللي هي بتفرق بين الابيدرموليتك في الهيستوباثولوجي برضو. ومينلي عندي absence of epidermolysis، خلاص دوت موجود هناك في الابيدرموليتك مش موجود في النون ابيدرموليتك. خلاص، يبقى الابيدرموليتك موجود فيها الابيدرموليسيس لكن النون ابيدرموليتك ما فيهاش، ودي اكتر حاجه بتفرق بين الاثنين. لكن البوتنيان تايب في ايه؟ في الاكوابورين 5 جين. تمام، وقلنا الاكوابورين 5 جين بيكسبريس ايه ومسؤول عن ليه. قلنا الكلام بتاع الميه ومش الميه ده عشان دلوقتي هتشوفوا ان اولا الابيرنس بتاعي بيبقى واكسي ابيرنس، طبعا هو ثيك زي ما انتم شايفين، لونه يلوش قوي، والديماركيتد برضو شبه شويه الابيدرموليتك اللي احنا اتكلمنا فيه. خلاص، برضو في ريد باند كده موجوده على البريفري. خلاص، ممكن كمان زياده عن البالموس طول الاقي بقى في الهاندز، الدورسم بتاع الهاندز، الاقي في الفيد، الاقي في الني، الاقي في الالبو شويه كيراتوتيك ايم ليجنز زياده، هنا هنلاقيها مش في النوع التاني. حاجه تانيه شويه عند الديستال ديجيت هلاقي حاجه شبه السكليرودرما كده، الجلد ناشف وزي تصلب في الجلد وحاصل فيه ثيكنينج ومشدود جدا، بلاقيه في الديستال ايم انس بتاعه الديجيت. خلاص، وكمان النيل بتاعتي ممكن الاقيها ثيكند، ممكن الاقيها ايه ثيكند. خلاص، طيب البوسنيان تايب بالذات دوت قال لك ان هو بيبتدي في الاول نفس الكلام اللي احنا شرحناه، بس زياده عنه ايه؟ قال لك ان انت لو عملت جبت الايدين وحطيتها في ميه، خلاص هتلاقي ان في وايد سبونجي ابييرنس هتقعد لمده 30 دقيقه. خلاص، ده نتيجه ايه؟ نتيجه الايفكت بتاع الاكوابورينز. مش احنا قلنا الاكوابورينز ده مسؤول عن الاوبننج بتاع الووتر شانلز ومسؤول عن الووتر ترانسبورتيشن، ففي ديفكت في الموضوع ده. فعشان كده قال لك من الحاجات المميزه ان انا لما بحط ايدي دي مش هلاقيها مثلا في النوع الثاني، خلاص هلاقيها بس في البوسنيان تايب، ان الووتر ايمرجن بلاقي فيه وايت سبونج ابييرنس كده، الايد بتبيض وبتبقى عامله عارفين الايد اللي هي مثلا حطيتها في ميه فبتتهري كده، تحس انها مهريه ولونها ابيض، وكمان لما بتطلع بتستمر فتره. خلاص، في شويه بيتد كيراتوليسيس كده صغننه بتبقى موجوده ساعات. ماشي، وخلي بالكم احنا قلنا ان من الحاجات المميزه في كل نون ابيدرموليتك بالمو بلانتر كيراتوديرما ان في سوبر امبوز ديرماتوفايت سوبر انفكشن. خلاص، النوع الثاني اللي احنا بنسميه الناجاشيما. طيب، يبقى نون ابيدرموليتك بالمو بلانتر كيراتوديرما الناجاشيما. طيب خلاص، ده اوتوسومال ريسيسيف. ماشي، بيبقى موجود في الالي لايف. الميوتيشن بيبقى موجود في جين اسمه سيربين بي 7. سيربين بي 7 ده جين، خلاص
الناس التشاينيز والجابانيز اول ناس اكتشفوا الجين دوت، ان هو الجين ده لما بيحصل فيه ميوتيشن بيعمل ناجاشيما تايب، وحتى اسمه لو تلاحظوا جاي من الحاجات اليابانية بتاعتهم دي. خلاص، طب الميوتيشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي uncontrolled activity للبوتشيز خلاص الموجود في الستراتوم كورنيوم، فبيزود برضو الووتر بيرميشن. خلي بالكم هنلاقي نفس الساين بتاع الووتر ايمرجن اللي قلنا عليه في البوثنيان تايب هناك. ليه؟ لان الجين ده قلنا لما بيحصل فيه ميوتيشن اللي هو السيربن بي 7 ده مسؤول برضو عن الاكتيفيتي بتاعت البروتشيزس اللي هي بتزود لي الووتر بيرميشن. اهو نفس شفتوا، عشان كده مهم قوي الباثوجينيسيس بتاع الحاجه او المولكيولر بيولوجي او الجين اللي فيه ديفكت ده اصلا مين اللي مسؤول عن ايه، لانه هيفرق معايا يا جماعه في الكلينيكال بيكتشر. ما تحفظوش كده وخلاص، احنا قلنا الاكوا بولي مسؤول عن ايه، فحصل لما العيان حط ايده في الميه فبقى شكلها كذا وكذا عشان عنده ديفكت في الووتر شانلز. السيربين بي 7 دوت مسؤول عن البروتيز اكتيفيتي وبيخلي فيها ان كنترولد في الاكتيفيتي بتاعتها، فمسؤوله عن البرميشن بتاع الووتر، فبيعمل نفس الساين اللي فات. خلاص، زائد ان ممكن يعمل لي هايبر هيدروزيس كمان، غير بقى العادي الهايبر كيراتوزيس العادي. هو النجاشيما ده مستو ان الهايبر كيراتوزيس فيه شويه بيبقى مايلد، ما بيبقاش زي التانيين جامد او سك قوي او بارز قوي. غير الفانجر سوبر انفكشن في كمان خلاص زي ما احنا شايفين اهو، تاني هنقول الميوتيشن في الاي ار اس ما تنسوهوش. خلاص، ده يا جماعه قلنا كي فيتشرز عشان ممكن نتسال فيها ان في ليجنز على القلب والبني، خلاص فكده كده لازم بلاقيها. حاجه تانية بلاقي كمان بيري اورر هايبركيراتوزس، هايبركيراتوزس في حاجات ناشفه وخشنه تبقى حوالين البق، وساعات بلاقي ريثيما. مهم قوي بقى استودو انهم اللي احنا هنقول عليه اخر حاجه، ده بيبقى فيه يا جماعه في الصوابع حاجه اسمها فليكشن كونتراكشر. يعني ايه؟ بتلاقوا كده زي كان حاجه عملت كونستراكشنز كده في عقله من عقل الصوابع، ودايما بتبقى ملي بتبتدي ديستال خلاص زي كونستراكتيف بانز كده، مع الوقت تبتدي واحده واحده كده لغايه ما يحصل سبونتينيوس امبيوتيشن، يعني يروح البتاع واقع خالص، الضفر واقع تماما. خلاص، فدي من الحاجات برضو اللي بتيجي كتير في المالدي ميليدا ده. خلاص، هنلاقي ان الجلد مش بس هايبر كيراتوتيك وديفيوز، لا ده كمان يا جماعه ماسيريتد، هنلاقيه محمر، ويعني الجلد على هو هايبر كيراتوتيك وتخين خالص وكمان ماسيريتد، يعني جلد متشال ومحمر تحتيه. خلاص، وهنلاقي مال اودر، ريحته كمان مش حلوه قوي. خلاص، شكل اهو شايفين منظره، جلد ناشف وتخين، الجلد بدأ متقشر وتحتيه اريثيما، ده اللي احنا بنسميه الماسيريشن. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الصوره اللي فوق دي يعني هو بيوضح لك ان هي ريسيسيف، زي ما انتم شايفين اهو الصوابع النيل او فيك يعني، وتحتيه هايبر كيراتوزيس تخين جامد وهكذا. نفس يا جماعه الحاجه بنعالج السوبر انفكشن لو في فانجل او بكتيريا، وخلي بالكم ان طالما في جلد ماسيريتد هيبقى عرضه جدا سوبر امبوزد انفكشن عليها. خلاص، لو العيان عنده هايبر هيدروزس هعالجه، لو العيان يعني اكوردنج للكيس هبتدي اعالج، هدي اورال ريتينويد، هدي توبيكال كيراتوليتيك ايجنتس، بس لو في ماسوريشن مش هعرف ادي. خلي بالكم التوبيكال كيراتوليتيك ايجنتس ما ينفعش اديه على ماسوريشن، هيعمل التهاب اكتر في العيان، فساعتها هيبقى الملجا الوحيد بتاعي الاورال اسيتريتين او بعد كده. اخر حاجه بقى، خلصنا احنا كده الديفيوز تايب وزاود اسوشيتد فيتشرز، هنبتدي نتكلم عن الديفيوز تايبس باسوشيتد فيتشرز. الميوتيليتنج بي بي كي، البورت بيمفري سيندروم، الديفيوز تايب اند سنسوري نيورال ديفنس، البالم بلانتر كراتوديرما ويز سكليرودكتايل، الهيدروتيك اكتوديرمال ديسبليزيا اللي هو الكلوستوم سيندروم، الالموست الموستد سيندروم اللي هو الميوتيليتنج بي بي كي ويز بيري فيشال كيراتوتيك بلايكس، البي بي كي ويز بيري اودونتايتس، البابيلون لوفيفر سيندروم، اعتقد سمعتوا الاسم قبل كده، والديفيوز نون ابيدرموليتيك بي بي كي ويز وولي هير اند اريثموجينيك كارديوميوباثي او النكسوس ديزيز. خلاص، معلش محتاجين حفظ شويه، محتاجين تركيز شوية، التانيين كانوا أربعة بس في مقدور عليهم، دولت شوية رخمين أو شوية فيهم
كتير، بس بالقرايه كذا مره ان شاء الله كده، ولما نوضح واحده واحده هنلاقي الدنيا سهله. وخلي بالكم ان كل واحده ليها حاجه كاركترستيك ليها، واحنا بنذاكر الميوثيليتنج فيها كذا، البارت فيها كذا، السنسوري نيورال فيها كذا، يعني وانتم بتذاكروا تعلموا وتركزوا كل واحده فيها ايه اكتر حاجه فيها، وايه الكاركترستيك ليها عشان خاطر ما ننساش. الميتوليتنج تايب دي اوتوسومال دوميننس يا جماعه، وبتبتدي في عشان حاسه ان احنا قلناها بسرعه، الجين اللي هو الجي جي بي 2 المسؤول عن الكونكسين 26 ده ممكن يبقى معاه اسوشيشن لايه؟ لهيرنج لوس. لكن في انواع تانية بيبقى معاها ميوتيشن بس في اللوركرين خلاص، اللي هو مسؤول عن الابيديرمن ديفرنشيشن، ده ما بيبقاش معاه هيرنج لوس او ديفنس، بيبقى معاه ميوتيليتنج كيراتوديرما ومعاه اكسايوزس. خلاص عشان ناكد بس عشان حاسه ان احنا بسرعه. تمام. طيب ادي الصور زي ما انتم شايفين، ادي الكيراتوديرما، وشايفين طبعا الباند الارثيمتاس باند الموجود اللي محددها، وادي الفيشرز هنا شايفين الناكل ثيكنينج الكيراتوزس الموجوده على الناكل بتاع الضوافر. تمام اهو ده السودو انهم فورميشن شايفينه. تريتمنت زي ما احنا عارفين، لو في اوتو امبيوتيشن بتوع البلاستيك سيرجي بيبتدوا يتعاملوا مع العيان، احنا بالنسبه لنا بندي سيستميك ريتينال. طيب البورت بيمفري سيندروم ده حاجه كده صغننه مميز ليها قوي، ان هو بالمو بلانتر كيراتوديرما معاها ناكل باد، معاها لوكونيكيا، معاها ديفنس، يبقى لوكونيكيا وديفنس وناكل باد خلاص. والبالمو بلانتر كيراتوديرما اوتوسومال دوميننت بيبتدي في الانفانسي خلاص، وقال لك برده في ميوتيشن في الجي جي بي 2 جين زي التاني بالظبط، فعشان كده قال لك في اوفرلاب بين الاثنين، بين الفوينكل سيندروم وبين البورت بيمفري سيندروم، لان هما الاثنين فيهم ميوتيشنز برضو في الجي جي بي 2 جين اللي هو مسؤول عن كونكسين 26 خلاص. بس هنا لازم بلاقي الثلاثه دول، ديفنس لوكونيكيا ونقل باد مع البالمو بلانتر كيراتوديرما خلاص. وقال لك دايما النيونيتس بقى اللي عندهم السيندروم ده بيتولدوا اصلا ما بيسمعوش خلاص، وبعد كده بيبتدي البالمو بلانتر بقى كيراتوديرما تديفلوب ايه في العيان لما بيبقى تشايلد كده، يعني في التشايلد هود. قال لك عن الجوينتس بتاعت الهاندز هنلاقي في هايبر كيراتوزيس خلاص، واتفقنا ان في لوكونيكيا. شايفين المنظر اهي، النوك البيضة اهي واضحه جدا في الصوره بالذات اللي تحت، وموجوده برضو في الصوره اللي على اليمين فوق خلاص. وطبعا قلنا لوكونيكيا وديفنس. تمام. ده diffuse non-epidermolytic BBK and sensory neural deafness. أول حاجة لو لاحظنا معظمهم autosomal dominant لغاية دلوقتي، بس كان الأوتوسومال recessive الميلدي مالاد خلاص. الموليكولار بيولوجي برضو نفسه، الكونكسين 26 mutations خلاص. حاجة تانية مهمة جدا تبقوا عارفينها في النوع ده، ان ده الـ only type of keratoderma اللي معاه mutation في الميتوكوندريال DNA اللي هو strain tRNA. بأكد تاني مهمة جدا الجملة دي، النوع ده احفظوه ان هو الـ only type of keratoderma associated with mutation في الميتوكوندريال DNA. ماشي اديني قلت لكم ايه. clinically diffuse palmoplantar عادي خالص معاه hearing loss، وبس هو قصة كلها ان الهيرنج لوس بيبقى سلولي بروجريسيف، مش زي السندروم اللي قبليه البيبي بيتولد اصلا عنده ديفنس. لكن هنا الديفيوز بالمو بلانتر كيراتوديرما بتبقى مايلد خلاص، وقبلها بيقول لك اهو سلولي بروجريسيف هيرنج لوس في بدايه التشايلد هود، لكن اللي قبله احنا قلنا البيبي بيتولد ديز ده خلاص. الهيرس سندروم ده من ان هو ممكن يجي معاها سكويموس سيل كارسينوما، دي برضو واحنا نركز عليها واحنا بنذاكر ان في increase risk of skin cancer خلاص من السكويموس سيل كارسينوما. نفس القصه الكيراتوليتكس والايموليانس والاورال ريتينويدز والعلاج، العلاج بتاع بالمو بلانتر كيراتوديرما من الحاجات اللي مش هتقعدوا تذاكروا وتحفظوا فيها كتير، لان زي ما احنا متفقين هي حاجات ستاندرد بنستخدمها في كله، كده كده الريسبونس ما بيبقاش مرضي.
طيب في حاجة اسمها الكلاستون سيندروم. كلاستون سيندروم ده اللي هو الهيدروتيك اكتوديرمال ديسبليسيا، هيدروتيك اكتوديرمال ديسبليسيا. طيب لما اجي اتكلم عن هيدروتيك عن اكتوديرمال قصدي، يبقى انا بتكلم ان في ايه وايه وايه، في مشكلة في الهير اكيد صح، اكيد في مشكلة في النيل، اكيد في مشكلة في السكن، ممكن يبقى في مشكلة عندي في البلد. خلاص طالما اتكلمت ان في اكتوديرمال ديسبليسيا يبقى هو شرح نفسه، يبقى اسمه شرح بعد كده نفسه. خلاص ايه ده اوتوسومال دوميننت، برضو هنتكلم نقول كده الجين اللي فيه المشكله على 13 كيو 11 تمام. وقال لك ان في مشكله، هنلاقي ان في الهير شافت هنلاقي فيه برضو ميوتيشنز فيها وديس اورجانيزيشنز للهير فايبرز وحاجات كده ماشي. ف زي ما قلنا هنلاقي مشكله في الهير، وبرضو دي حاجه كاركترستيك، هتشوفوا شكل الهير يبقى عامل ازاي، هنلاقي مشكله في النيل وهنلاقي مشكله في اكيد المشكله اللي في السكين انها بالمو بلانتر كراتوديرما، في ثيكنينج، في هايبر بيجمنتيشن في السكين خلاص، النكلز في الالبوز في النيلز خلاص، هلاقي في ديستروفي في النيلز وثيكنينج ماشي، هلاقي الهير بقى سبيرستي يونيفرسال سبيرستي، كل واحده يعني الشعر كله بيأفكت، كل الشعر اللي في السكالب بيأفكت الاي براوز، الشعر بيبقى قليل جدا، خلي بالك يونيفرسال سبيرس يعني في شعر بس قليل جدا خلاص، في السكالب في الاي براوز في الاي لاشز في الاكزيلا في الجينيتال ريجونز، في حاجات كتيره جدا خلاص الشعر بيبقى قليل خالص ماشي. ممكن العيان ده يبقى معاه ديفنس، معاه بولي دكتايل، معاه كلابينج للفينجرز، ممكن يبقى دوارف في العيان ده، ممكن الاقي عنده منتال ريتارديشن شويه، ممكن الاقي فوتوفوبيا. لو تلاحظوا الحاجات دي بتبقى دايما بتبقى كتير اسوشيتد مع الاكتوديرمال ايه ديفكتس خلاص. فخلي بالكم لما تيجوا تتكلموا وانتوا من العنوان، فانا هتكلم ان الهير فيها مشكله والنيل في مشكله والسكين طبعا كده كده احنا عارفين ان في بالمو بلانتر كراتوديرما زائد الايه شويه الاسوشيتد سيمتومز اللي هم في الاخر احنا قلنا ديفنس وريتارديشن ودورف، الكلام ده كله شايفين المنظر اهو مجمعهم لكم كله، صوابعهم خلاص شعرهم عامل ازاي وريك ليهم عامله ازاي اللي هو الكراتو موجوده نفس المنظر خلاص. واحسن حاجه في فيه دوت ان هو اسمه مكتوب في الاكتوديرمال ديسبليزيا، فاحنا خلاص المشاكل اللي فيه اهو زي ما انتم شايفين ميوتيليتنج تايب، حتى من اسمه ده ميوتيليتنج تايب وسبيري اوفيشال كيراتوتيك. سبيري اوفيشال زي ما اهو انا بحاول اربطكم الاسم بالكلينيكال بيكشر عشان مش تتلخبطوا. بيري اوفيشال قال لك ليجنز وادي حوالين الاير كمان ليجنز وهكذا خلاص. وكلمه ميوتيليتنج معناها ان العيان بيحصل فيه ديستروفي جامد او بيحصل فيه بروجريشن جامد في الليجن خلاص. ادي الفايندينج ودوت التريتمنت، هو زياده عنه ان احنا ممكن نعمل فول ثيكنس اكسجن وسكين جرافتنج في بعض الحالات، حصل فيها كيس ريبورتس عمل فيها كده وتحسنت، غير طبعا الاورال والتوبيكال ريتينويدز العادي زي ما انتم شايفين كلها ترايل كيس ريبورتس، مفيش حاجات اكيده. في انتاجنس تي اور بي في اللي احنا قلنا الجين اللي هو اللي فيه ميوتيشنز، بس دي لسه هي يعني بيعملوها تبع التارت ثيرابي خلاص، وبيقولوا انها في الفيوتشر ان شاء الله هيبقى ليها فرصه كويسه. طبعا الجين ثيرابي من الحاجات الرائعه، بس عشان تبقى ويل ديفلوبد وعشان تكلفتها مش افيلبل لينا على طول. البابيلون لوفيفر سندروم دوت اللي هو البالم بلانتر كراتوديرما وسبيري اوتوماتايتس، طبعا باين من كلامها. ادي تاني واحد جالنا اهو اوتوسومال ريسيسيف، يبقى احنا في اتنين اوتوسومال ريسيسيف لغايه دلوقتي، الباقيين اوتوسومال دوميننت، واحد ماشي اللي هو الميوتيليتنج الاورمست سندروم ده اللي هو ممكن اوتوسومال ريسيسيف ممكن دوميننت ممكن يبقى اكس لينكد خلاص، معاها بيري اودونتايتس ماشي مشاكل في السنين والتهابات، ومعاها معاها ده الحاجه المميزه ليها هنا الميوتيشن في تي اس سي جين خلاص. دوت عباره عن لايسوزومال بروتين ماشي، ف بيحصل فيه ديفكت او بيحصل فيه ميوتيشن خلاص، يبقى السي تي اس سي ده المسؤول عن الكاسبسين سي. ايه هو الكاسبسين سي ده؟ ده اللايسوزومال بروتيز خلاص، بيعمل اكتيفيشن للانزيمز اللي هي مهمه جدا للديفنس بتاع الجسم.
برضو زي ما اتفقنا نبقى نقرا الباثولوجي. هنا هنلاقي الليجنز، قال لك ان الليجنز زي ما اتفقنا بالمو بلانتر كراتوديرما بيبقى ديفيوز ويبقى ترانسبرانت خلاص، واول بيظهر في اول 3 سنين من العمر. وقال لك ان العيان اللي بيبقى عنده بري اودونتايتس، وكمان ممكن بيبقى عنده سيفير جينجيفايتس لو ما اتعالجش كويس. وقال لك ان مفيش علاقه بين السكن ليجن سيفيرتي وبين البري اودونتال انفكشن، ده ملوش علاقه. ممكن عنده يبقى سيفير سكن انفكشن وعنده التيت انفكشن قليل والعكس خلاص. بعد كده قال لك العيان ده بيبقى عنده سستبيليتي عاليه قوي للكوتينيوس وسيستميك انفكشن، لان لو تفتكروا احنا قلنا في الاول ان الجين اللي الديفكت ده اللي هو الديفكت في الجين ده مسؤول عن البروتين بتاع الليزوم انزيم اللي هو مسؤول عن البادي ديفنس، يعني مسؤول عن حاجات في البادي ديفنس، فبالتالي بيؤدي للبروفيل ديسفانكشن فبيزود الكوتينيوس سيستميك انفكشن. من الحاجات برضو اللي انا ممكن الاقيها الهايبر هيدروزيس، ممكن الاقي سورايسي فورم او سكيلي ليجنز موجوده على النيز او ودي الصور موضحه اهي، شايفين التيث انفكشن، شايفين سترويس لايك ليجنز، وادي البالم بلانتر كراتوديرما على الشمال ومؤثره على النكل بادز، مؤثره على السول وعلى البول. التريتمنت بتاعي برضو الاورال ريتينويدز، في تريتمنت للتيث مخصوص لو في انفكشن بدي سيستميك انتي بايوتكس. لو في في ناس قالت ان في ريكامبنت كاثبسين سي تريتمنت، بس ده طبعا اتعمل لسه على الفيترو ولسه ما خدش فرصته، بس نبقى عارفين ان في ترايلز في القصه دي زي ما اتفقنا. تمام. اخر نوع ان شاء الله نيكسوس ديزيز. نيكسوس ديزيز ثالث نوع عندنا هو اوتوسومال ريسيسيف خلاص، والجين ميوتيشن على 17q21. النيكسوس ديزيز دوت بصوا مكتوب ايه، ديفيوز نون ايبيدرموليتيك بالمو بلانتر كيراتوديرما وولي هير اند اريزموجينيك كارديوميوباثي، يعني في افكشن في الهارت، في افكشن للهير، في بالمو كيراتوديرما خلاص. طيب في حاجه اسمها البلاكو جلوبين. ايه البلاكو جلوبين ده؟ ده مهم جدا للسيلتو سيل ادهيجن والسيلتو ماتريكس ادهيجن، ومسؤول عن الفورميشن بتاع الديزموزوم. فلما بيحصل في ديفكت بيحصل مشكله في الايه، في الجونكشن بتوين السيلز والترابط بتوين السيلز خلاص. طيب هو فين موجود؟ قالك موجود في الهارت، موجود في الهير، موجود في السكن، ودول اكتر ثلاث حاجات بيتأثروا في السندروم دوت ماشي. فمهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الميوتيشن فيه هيأثر على ايه، الكاردياك مايوسايتس ماشي، هيأثر على الهير، هيأثر على السكن والجونكشن بتوين الكراتينوسايتس. ايه يعني؟ عادي transgradient non transgradient كراتوديرما خلاص، وديفيوز مع erythematous borders اللي هو الكلام العادي بتاع البالمو بلانتر كراتوديرما، زياده عليها ايه الولي سكالب هير، وهنشوف دلوقتي شكل مميز جدا. الهير بيبقى very rough ودنس و بريسلي دي اللي هو خشن، يعني هو رف، هو بيبقى خشن جامد قوي وبيبقى دنس قوي قوي خلاص من اول ما البيبي بيتولد. طيب الكارديك بيبقى العيان مع اريثميا، مع هارت فيلير، ممكن يجيله سادن ديث، لان احنا اتفقنا ان في افكشن للمايوسايتس ماشي. في تاني اذر كوتينيوس مانيفستيشنز عند بيبقى معاه ممكن اكانسوزس نيجريجنس، معاه زيروزس، نشران جامد جدا في الجلد، مع كل ده بسبب على فكره قله الجونكشن او التسمسوم الديفكت الموجود بين الخلايا. ممكن الاقي فوليكولار هايبر كيراتوزس، ممكن الاقي شايفين طبعا الصوره اللي على اليمين دي واضحه واحنا فاهمينها، شايفين الصوره ايه، شايفين منظر الشعر، دي بالظبط شكل الكاركترستيك اللي احنا بنسميه وولي هير ماشي، دنس راف هير، فيري دنس راف هير. تمام. وبتدي من اول ما البيبي احنا كده خلصنا الديفيوز هيريديتري بالمو بلانتر كراتوديرما. احنا ناقصنا البونكتد وناقصنا الفوكال. انا شايفه ان كده كفايه عليكم عشان المحاضره كده طولت قوي عشان تقدروا تركزوا، مش هكمل الباقي الا لما يعني انا لسه هشرح لكم ان شاء الله البانكتيف، لسه هنشرح الفوكال والاكواير، دول هنعملهم في مره، والسندروميك هنعملهم في مره. تمام. انا ما رضيتش اتقل عشان انا عايزاكم بعد اذنكم يا ريت الناس اللي هتسمع المحاضره دي تركز فيها وتبتدي تجمع اللي احنا قلناه عشان لما نشرح اللي بعديه ما يتراكمش فوق بعضه فتتلخبطوا، عشان ما يبقاش الموضوع ايه
دش وخلاص زي ما احنا متفقين. خلاص ده انا كنت بس كاتبه التقسيم البرود بتاع البونكتد هيرديتري. بس خلاص كده انا مش هنكملها دلوقتي، كفايه اللي احنا قلناه، وزي ما اتفقنا هنركز فيه، والمره الجايه نكمل الباقي ان شاء الله. شكرا.